ذهبنا إلى الطائف وكنا قد نوينا العمرة من الرياض، وعندما وصلنا إلى الطائف بتنا ثم غادرنا إلى الباحة للسياحة، ثم عدنا مرة أخرى إلى الطائف وأحرمنا من الميقات، ثم ذهبنا إلى مكة وقضينا عمرتنا. هل عملنا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، ما ذكرته السائلة من أنهم ذهبوا من الرياض بنية العمرة، ولما وصلوا إلى الطائف ذهبوا إلى الباحة النزهة، ثم رجعوا إلى الطائف وأحرموا من الميقات وذهبوا إلى مكة، هذا عمل صحيح لا بأس به، ولا مانع من أن يسافروا إلى الباحة أو غيرها قبل الإحرام. وإنما الممنوع تجاوز الميقات بدون إحرام لمن يقصد مكة للحج أو العمرة، هذا هو المحظور.